اسعار برضو يعني، يعني مش عارف حضرتك قلت انه مش زياده اسعار، ده تصحيح اسعار، تصحيح اسعار. هل الاسعار يعني في مصر مقارنه بغيرها يعني الاسعار عامله ايه مقارنه بدول زينا عندها نفس ظروفنا او شبيهه بظروفنا؟ ما فيش دوله شبيهه بظروفنا قوي يعني، باللي هي خمس سنين اللي فاتوا 100% بالظبط ما فيش. ولكن احنا من اقل الدول في العالم في تكلفه الاتصالات، ان لم يكن سعر الدقيقه عندنا تحديدا هو الاقل عالميا. بصفه عامه تكلفه الاتصالات عندنا هي من اقل الدول اللي موجوده، يعني يمكن اقل فعلا من اقل سعر دقيقه للموبايل، لكن الانترنت لا احنا اغلى في الانترنت يعني، موضوع ثاني احنا بنتكلم على يعني المحمول على الموبايل يعني. والاستخدام التليفون محمول احنا اقل سعر دقيقه موجوده في العالم يعني. طب الحكومه بتتعامل مع ضرائب الاتصالات على اساس انها يعني الاتصالات على اساس انها سلعه استفزازيه عشان كده ضافت عليها 8%. طب ليه بقى؟ علشان هي مش من السلعات الاستراتيجيه يعني. انت النهارده بتستهلك حاجه زيها زي اي حاجه، انت يعني اي حاجه رفاهيه. انت النهارده لما معاك خطين ثلاثه بتعمل مكالمات معدي الليمت بتاعك، بتتكلم ب 400 500 جنيه، بتتكلم ب 100 جنيه، بتتكلم ب 200 جنيه زي ما الدكتور كان بيتكلم، انت ليك 2% من دخلك هم دول اللي انت تقدر تتعامل بيهم يعني.